يدو عياني يا القمري زرق الجناح جمل وسعاني سلم على ناس تلمسا. هذا الصوت القوي الشجي المميز محفور في وجدان الكثير من الجزائريين وغير الجزائريين في العالم العربي. إنه صوت فلة عبابسة المعروفة باسم فلة الجزائرية، التي حجزت لنفسها على مدى عقود بفنها مكانة في قلوب محبيها، لتغيب فجأة عن بلادها الجزائر لأكثر من 5 سنوات لأسباب مختلفة تلخصها الفنانة بتهميشها جزائريا. لكنها عادت اليوم إلى وطنها، وهي تقضي هناك شهر رمضان لتتصدر مواقع التواصل. مشاهدينا، عودتها إلى الجزائر لم تكن حديث الناس فقط، بل الصحف والإعلام أيضا، ليتكرر ظهورها مع المنصات والقنوات المختلفة، فلا تكمل لقاء إلا وتدعى لآخر بدعوى اشتياق الجمهور لفلة وأخبارها وفنها بعد انقطاع. طبعا تنحدر فلة الجزائرية من عائلة فنية عريقة، لقبت في بداياتها الفنية بمطربة الملوك والأمراء وبفلة العمر ثم سلطانة الطرب العربي. صوتها جاب الوطن العربي كله خلال مسيرة مليئة بالنجاحات والكثير من الشائعات، غير أن الجميع يتفق على وطنية فلة على ما يبدو. فرغم أنها من مواليد فرنسا، لكنها أبت أن تحمل جواز سفر غير الجواز الجزائري، كما قدمت الكثير من الأغاني الوطنية التي لقيت ترحيبا واسعا وصارت مرتبطة بالأعياد الوطنية، مثل أغنية من أجل أن تحيا الجزائر وراني جاي وكيليوم. مشاهدينا، على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل الكثيرون مع عودة فلة إلى الجزائر. مثلا وسيلة تقول: ماشي في الجزائر خير، الله يبارك، راكي منورة وراكي كل يوم في نجاح. أما يانيس فيقول: سلطانة كي تكوني في الجزائر بين أهلك وناسك وحبابك، تلمعي وتضواي كالشمعة. أما تدوينة أخيرة من كوافور فيمينين يقول، أو حساب كوافور فيمينين تقول ربما: خليهم يقولوا وش يحبوا، المهم أنك رجعتي لحضن الجزائر وللناس اللي يحبوك ويعرفوك ويعرفوا قيمتك، شرفتينا ونورتينا في حضورك في كل الحصص التلفزيونية. مشاهدينا، تنضم إلينا الآن من الجزائر سلطانة الطرب العربي الفنانة فلة الجزائرية. أهلا بك بترندينج ونورتينا أيضا يا فلة الجزائرية. السؤال الأول، أنت غبتي عن الجزائر لأكثر من 5 سنوات لما وصفتيه بالتهميش جزائريا، فما الذي تغير اليوم؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، رمضان كريم، وشو هالجزائري اللي طالع منك مثل الفل مثل العسل. أحاول. بدنا نجيبك على الجزائر ونزيد نهضروا معك بالجزائرية ونعمل بيرفكشن. لازم. تحياتي لكم وتحياتي لأم بي سي، أو عفوا بي بي سي. أشكركم على هذه التضوايا، وهو يعني كان في انقطاع إعلامي، فأنا يعني أقول وحشتوني بالك زمان وحشتوني، وأنا أعرف أنه الإعلاميين وحشتهم، لكن كان في أوامر نوعا ما من الإعلام، مش الجزائري فقط، هو إعلام عام، ولكن ها أنا رجعنا، ورجعت في هذه الأيام المفترجة المياه لمجاريها، لأنه بالنهاية نحن فنانين، ودائما أقولها في مقابلاتي، جناح الفنان هو ان احنا نعمل الكليبات ونلحن وندخل استوديوهات، ولكن نصفنا هو الاعلام، احنا من غير اعلام ما نقدر نعمل شيء. طيب. فهذا هو شيء نقول الحمد لله على السلامه وعفى الله عما سلف، ونستمر ونكون يعني اقول لكم لكل الاعلاميين راح اعمل لكم اغنيه واقول لكم مبروك عليكم انا والحمد لله على سلامتي انا، ومانيش زعلانه منكم لاني بعرف انه كانت اوامر من فوق.
أها. طيب، لا أدري بخصوص الأوامر من فوق، ولكن بحكم أنك ذكرتي الإعلام، فطبعا الكثير من وسائل الإعلام الجزائرية تتنافس على إجراء مقابلات معك الآن، ولكن ماذا عن الجمهور الجزائري الذي ربما بفترة من الفترات طالتك انتقاداته وفيديوهاته وشائعاته على مواقع التواصل؟ كيف تصفين اليوم علاقتك مع الجمهور الجزائري؟ الجمهور الجزائري والجمهور الوطن العربي، اللي كونت جمهور كبير في الوطن العربي، هم سبب أني استمريت وقد أكون يعني مثل كنت شرسة عشان أدافع هذا الحج اللي عاملينه بيني وبين جمهوري. وأنا ببداية مشواري عملت حتى صورتها في انجلترا، راني جاي وكتبت انه جمهوري هو كنزي الغالي، على جاله راني غناي. انا مش بس على جاله راني غناي، اضيف كمان على جاله راني مستمره. هم حبايبي، هم اهلي، هم اللي مش يعني هذا المنصه المواقع الاجتماعيه كانت يقولوا سلاح ذو حدين. انا نفعني هذا السلاح، لان بينما كنت مقصية من جميع الإعلام في الوطن، فكان معايا ومتواصل معي جمهوري يقولوا لي أصبح في قصة حب وقصة عائلة وقصة أولاد، لقيت فيهم أولادي، لقيت فيهم أختي الله يرحمها اللي ما حضرتش دفنتها هنا، لقيت فيهم كل. فأنا معي حق لما قلت جمهوري هو كنزي الغالي. طيب، غبتي عن الساحة الفنية ربما يعني باستثناء الأعمال المحدودة، ولكن اليوم غيبت ولن أغيب، غيبت قصدي. طيب، غيبتي أو غبتي عن الساحة الفنية، ولكن السؤال اليوم، هل تعودين أو هل سنشاهد مزيدا من الانخراط في الأعمال الفنية؟ هل هناك جديد قادم مثلا؟ أكيد أنه بالإضافة إلى الإعلام، كل كليباتي وكل الكليبات اللي تعبت عليها وعملت كذلك كليبات، يعني كل مرة أعمل كليبات ما كانت مضوى عليها، بالإضافة أنه هدول الأغاني اللي وتتعشم يا قلبي في مين، كله في شدتك سابك، وفي ناس بتقول لي أنت فينك، وفي كتير أغاني كلها يعني توما تشال الحصار، كلها حتكون معاكم وأنا في إنجازات كبيرة إن شاء الله. الفنانة فلة الجزائرية، شكرا جزيلا لوجودك معنا في تريندينج اليوم، وبالتوفيق. تشكرات أفندم.